الى حد ما اساسيه لما تعامل مع اعصاب لغه الجسد في طريقه مسكه اصلا مدرب زين طبعا لابد تذكر فيها بين كل فتره فتره، بس تعلم انك قادر على فعله مره وخلاص، لا سويها اصلا كمواكبه اللي قاعد يسويه، وتعلم انك تخليه يسوي عكس اللي ناوي يسويه، وكتعمد بدون ما يكون داخل في المواكبه تعمد فعل الشيء ده. ثلاث اشياء اساسيه. الاول اوقفك بعد طرد، بمعنى انك منحاش وقدرت اوقفك على النحشه وجيتك ومسكتك، اثبتك في منطقك اطردك واوقفك وامسك، او انت تنحاش ثم تعامل معك صح توقف وامسك. النوع الثاني اني اوقف وتجيني، هذا قسمين. القسم الاول انه يجيني هنا يوقف عندي تمام، يشم اليد يشم الوجه لاخره وركب الرشمه عليها او المقود الاخير او الاخير. النوع الثاني وهو الاهم بعض الخير تبالغ في الاندفاع كلعب او كهجوم الى اخره، تجيني بس توقف بيني وبينك مساحه كافيه. يعني وقفتك بعد طرد انك انت مندفع علي او هارب مني وتعاملت معك صح ووقفت، هذا رقم واحد. رقم اثنين اوقف وتجيني لين توصل عندي، هذا رقم اثنين. رقم ثلاثه اوقف وتجيني بس اذا وصلت بيني وبينك ربع متر او نص متر توقف. تنقذني انا اجيك. ليش؟ لان باختصار بعض الخيل لما يبالغ في الجيه ممكن لما يوصلك يسوي شيء معين بالنسبه له هو لعبه، بالنسبه لك ايذاء، لان عضه تصنيع ضرب اليد الى اخره. تبغى يحترم المساحه اللي بينك وبينه بس بدون ما يفرض عليك فرض انه يا يجيني زياده يا يهرب زياده، لا. ابغاك اعلمك اني قادر على طردك لو بغيت وتوقيفك على ما طردتك، لو هربت اوقفك. وقادر على جلك تجيني، لكن لما تجيني مو بشرط انك تفرض علي الجيه باندفاع، ممكن تجيني وتوقف بيني وبينك مسافه، ممكن تجيني باندفاع لو بغيت تجيني باندفاع او اعطيك فرصه. فتوقيف بعد الهروب، هروب منك انت طردته او هروب منه. توقف ويجيك تماما، جيه كامله لين يوصل عندك. توقف ويجيك مع احترام المساحه، احترام المساحه اقصد فيه يجيك ببطء وباندفاع زايد وبحذر باحترام، او يجيك ويوقف بينك وبينه مساحه كافيه نص متر او متر ثم انت تتحرك باتجاهه.